الاعتقالات المبنية على شكاية مجهولة للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تشهد العديد من المناطق ببلادنا خصوصا تلك المعروفة بزراعة القنب الهندي اعتقالات في صفوف المواطنين مبنية على شكايات مجهولة، خصوصا بمناطق شمال المملكة مثل تركيسك، تما، بني قميل بإقليم الحسيمة، ومناطق من إقليمي تونات وشفشاون إلى غيرها من المناطق. ففي كثير من الأحيان يذهب ضحيتها أبرياء لا علاقة لهم بزراعة القنب الهندي أو بالتجار في المخدرات. فالمزارعون في هذه المناطق يعيشون حالة نفسية متدهورة بسبب الخوف من المجهول الذي ينتظرهم، وبسبب المداهمة المتكررة لرجال الدرك، مما يؤدي إلى ترويع النساء والأطفال. السيد الوزير، المواطنون في هذه المناطق يخافون من ولوج الإدارات العمومية ومن السلطة ومن كل شيء، خوفا من أن يكونوا ضمن المبحوث عنهم، فهم يعتبرون أنفسهم معتقلون في حالة سراح. بالمقابل السيد الوزير، تعرف هذه المناطق ظاهرة اغتناء المسؤولين والموظفين من رجال السلطة والأمن وموظفي المياه والغابات بسبب عملية ابتزاز المواطنين، وإلا فبماذا نفسر هذه الظاهرة؟ فأغلبهم يعين بهذه المناطق وهو لا يملك شيئا، وبين عشية وضحاها يصبح يملك العقارات والأرصدة البنكية والسيارات الفاخرة. هذا بالإضافة إلى العديد من الأمور التي يمكن أن نأتي إلى ذكرها لاحقا. لذا أسألكم سيد الوزير، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل حماية المواطنين الأبرياء ضحايا الشكايات المجهولة احتراما لمبدأ البراءة هي الأصل، وما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان التنزيل السليم للدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير المحترم للجواب، تفضلوا. سؤالك في الأصل كان حول موضوع الوشايات، لكن وقع انزياح في الحديث عن موضوع الكسب غير المشروع. أقول لك سيدة النائبة وأقول لجميع السادة النواب، من كان يملك ملفا حول اغتناء غير مشروع فأبواب وزير العدل مفتوحة. أسجل عليكم أيها السادة النواب، أيتها السيدات النائبات، أنكم كلكم ونحن جميعا معكم تستنكرون الفساد وتتحدثون عن الفساد، ولكننا حينما نحاول أن نجد الطريق إلى الفساد لا نجد من يساعدنا لكي نضرب بيد من حديد وفق القانون على يد هذا الفساد. أدعوكم للتعاون في هذا الموضوع، وإذا تعاوننا فسوف يصلح الله أمرنا في محاربة هذا الفساد. بالنسبة للموضوع الثاني، موضوع الوشايات، أريد أن أقول لكم ينبغي أن نفرق بين الأمر بالبحث وبين قضاء الحكم. الأمر بالبحث الذي يصدر عن النيابة العامة فإنما يمكن أن ينبني على مجرد وشايات أو شكايات أو ما شابه، والبحث هو الذي يكشف هل إن هذه الوشاية أو الشكاية مؤسسة أم كذب وافتراء وتسوية حساب. الحكم ينبغي أن ينبني على اليقين، لأن الأصل في كل إنسان هو البراءة إلى أن يثبت العكس كما هو مقرر دستوريا وقانونا. وبالطبع فإن قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يسمح لأحد من السادة القضاة أن يبني حكمه على مجرد وشاية، وإنما ينبغي أن تكون هناك حجج، وهذه الحجج تناقش أمام القضاء شفاهيا وحضوريا، وبعد ذلك يؤسس قضاءه حسب اقتناعه الصميم الذي ليس لأحد أن يتدخل فيه، لأن القضاء مستقل، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقد منذ سنوات. شكرا. كلمة لكم السيد النائب محترم للتعقيب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير على هذه الإيضاحات، لكن اسمحوا لي أن أبدي ببعض الملاحظات. الملاحظة الأولى مرتبطة بتصور فريق العدالة والتنمية في ممارسة دوره المتعلق بحماية الحريات الأساسية للمواطنين وحقوقهم من كل تعسف قد ينشأ من خلال انزلاق هذه الظاهرة والتعامل معها
بانتقائية وتحويلها لتصفية الحسابات بين الأشخاص عبر الأجهزة القضائية، وهذا الأمر الذي لا يمكن لفريقنا السكوت عنه لأنه يضرب في العمق مصداقية العمل القضائي ومختلف الأجهزة الأمنية. الملاحظة الثانية سيد الوزير وتتعلق بالاستغلال السياسي لهذه الظاهرة، حيث يلجأ أصحاب هذه الرسائل المجهولة إليها كوسيلة للضغط على بعض المنتخبين وابتزازهم وتشويه سمعتهم لحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وفي ذلك أيضا اعتداء على حقوق المواطنين وانتهاك فاضح للقانون. الملاحظة الثالثة. شكرا سيد نائب محترم، بارك على جوج الملاحظات. فيه تعقيب، فيه رد سيد رئيس سيد الوزير، تفضلوا مازال شوية الوقت. شكرا. أؤكد سيد نائب المحترم، إذا وجد من يستغل المؤسسة القضائية سواء من أجل تصفية حسابات أو من أجل أهداف سياسية، فإن هذه الحكومة تؤكد استعدادها للضرب بيد حديد على هذا النوع من الممارسات. فقط أريد الأمثلة، أريد الملفات، نريد الحجج، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شكرا. شكرا السيد الوزير.